السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم محبين مسلسل مطار صيف. إليكم ملخص الحلقة 15. تبدأ أحداث الحلقة لما بدر بيتصل ببيبي وبيسألها إذا في أخبار جديدة عن يوسف وشيخة. تقله بيبي إنه ما في شيء. منشوف غانم بالمشفى وضعه مستقر بعد مضاوي. بتطلب من نايف يعطيها المصاري لتطالق غانم من السجن، بس نايف بيرفض. عدنان بيتصل بمضاوي وبيخبره بأنه وضع غانم منيح وبتقوله بتنقله من المشفى للسجن. منشوف شيخة ويوسف سوا بيكونوا كتير مبسوطين. بعدين غانم بالسجن مخنوق ومتضايق وحاسس بأنه حتصير مصيبة مع أولاده. وبنفس الوقت بيكون عبد الله ويوسف سوا بالسيارة. بعدين بينزل يوسف من السيارة والشرطة بتاخد يوسف. بعدين عبد الله بيتصل بيوسف بس ما بيرد عليه أو بيقلق عبد الله على يوسف. بعدين بيعرف عبد الله بأنه يوسف بالسجن وبيخبر مضاوي وأخته أبرار بهالشي وبيعصبوا عليه لأنه ورط أخوه يوسف معه بالسرقة. بعد بيبي بتخبر بدر على اللي صار مع يوسف وبينبسط بدر كتير.